على أنغام هذا الرثاء أحيت محافظة قلقيلية ذكرى 18 لرحيل القائد أبو عمار وذكرى إعلانه استقلال فلسطين عام 88. وبخطى أبنائه شبيبة حركة فتح وبمشاركة واسعة انطلقت فعاليات الاحتفال في حرم جامعة القدس المفتوحة في مدينة قلقيلية. نحيي هذه الذكريات في أرجاء الوطن في كل محافظات الوطن، مسألة هامة جدا بالنسبة لنا لأننا نحن نستذكر قائد هذه الأمة، ليس قائد فقط الشعب الفلسطيني بل قائد الأحرار في هذا العالم الذي فجر هذه الثورة، قادها عبر كل هذه الصعاب، هذا الذي ملك الشعب الفلسطيني هويته النضالية. نحن رغم الألم الشديد لكننا فخورين به. وشهدت الجامعة في هذا اليوم تنظيم معرضا للصور سردت حكاية هذا القائد منذ نعومة أظافره، مرورا بتفجيره ثورة فلسطين وبناء مؤسسات الدولة وصولا إلى استشهاده. بمناسبة ذكرى رحيل القائد البطل الشهيد ياسر عرفات تقام فعالية وتنظم فعالية معرض صور في جامعة القدس المفتوحة جامعة ياسر عرفات لتسليط الضوء على مراحل وحياة الشهيد القائد ياسر عرفات، ويعني حلم ياسر عرفات يتجسد الآن في هذا المعرض بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وإصراره على ذلك وقضى شهيدا من أجل هذا الحلم. يعني هذه الفعالية جاءت في سياق عمل التوجيه السياسي في الحفاظ على الموروث الوطني والتاريخ والهوية الفلسطينية اللي احنا ورثناها عن ياسر عرفات الختيار أبو عمار حبيب الشعب حبيب الملايين. لم نرث من ياسر عرفات لا قصور ولا أرصدة في البنوك، ورثنا منه تاريخ نضال وطني كبير. وتتواصل فعاليات إحياء الذكرى بأشكال متنوعة في رسالة تتجدد كل عام للتأكيد على السير على نهج الشهداء حتى نيل الحرية التي كانت حلما للقائد أبو عمار، وما هذه الفعاليات إلا تأكيد على المضي قدما حتى تحقيق هذا الحلم. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.